ساكنه في اوضه وحمام، وانا ما ادريش ادفع الفلوس اجيب منين، وبقت تخش عليا تبص في دماغي وتبص في رجلي، وعشان يا طنط ويا طنط ويا طنط يا طنط هتحبس، وفك كارب وفك كارب، وبقت تعمل لي كل الحركات دي. اعمل ايه؟ بقت تعيط وتقول واحلف على المصحف ان انا ما اجيب لها، وبرضك تيجي تاخدني، احلف على المصحف تكون واخده البطاقه خدتها من ورايا، صورتها اربع صور، صورت البطاقه بتاعتها اربع صور وانا اديتها لي وبعدين خدتها ومشيت. اعمل ايه بس يا ابو؟ اعمل ايه بس؟ وانا ما ادريش. مساء الخير متابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في كل مكان، بنرحب بيكم في تغطيتنا المستمره من داخل محافظه الدقهليه، وتكرار لحالات المستريحين اللي بتظهر فجاه بين الناس وتتسبب في دمارهم ودمار البيوت وسبب طلاق بعض النساء وتفرقه العائلات. بيكون شخص ما بيكون بين الناس دي واثقين فيه، فجاه بيبدا يقنعهم بطريقه ما ان هم يجيبوا قروض له، ويوصل الامر ان يوصل ان هو يقترض ملايين باسم ناس، مجرد ان هو بياخدهم يروحوا يمضوا له، وبعد كده بتحصل كارثة ان هو بيتهرب من دفع المبالغ دي، وتبقى الناس دي معرضة للأسف الشديد الحبس، تحديدا في مدينة في منية النصر للأسف الشديد التابعة لمحافظة الدقهلية، حوالي 100 أسرة معرضة للحبس، نساء ورجال وشباب كمان للأسف الشديد، بسبب مستريحة جديدة ظهرت في منية النصر، منهم كمان ما رحمتش النساء النساء المسنة. أمي دموعك دي غالية جدا، أهلا بيكي. الله يبارك. والله يا بقت تيجي تضحك علي، انا والله بقت تضحك علي، والله بقت تبص في دماغي وتقول لا حقك علي، وفجاه البطاقه جنبي مني جابت لك بتاعه عصير، كوبايه عصير عملتها لي برتقان كده، وشربت كوبايه العصير وجت ابص ما لقيتش نفسي، لا لقيت ولا لقيت البطاقه بتاعتي. اعمل ايه؟ يعني كانت انت عارفاها بقالك كام سنه يا امي؟ ده والله ما كملتش خمسه ست سنين. خمس ست سنين؟ بتاع خمسه ست سنين ولا يمكن سبعه ثمان سنين برضه. كنت بجيب وبتدفع الكارد. كانت بتقنعكوا ازاي؟ هي بتشتغل ايه اصلا يا امي؟ كوافير. والله وعمري ما مسحت وشي عندها ولا عملت حاجه في وشي عندها. بتاخد انت ما شاء الله زي القمر يا امي، ربنا يديك الصحه يا رب من سماهم يعني. فربنا يديك الصحه يا رب. اقنعتك ازاي؟ انت عندك كام سنه يا امي؟ انا عندي 60 كان ابويا، وانا عندها 55. دنتها تجري في رجلي تجري في رجلي، وانا كنت ما اعرفش اي حاجه في اي حاجه. بتقنعكوا ازاي؟ يعني اقنعتك ازاي؟ يا طنط في الكافيه وهي تقول لي ادي لها يا طنط، والنبي يا طنط غلبانه، والنبي يا طنط غلبانه، وابقى في عز التعب واروح معاها تكنس، واروح منية النصر، واروح حته ثانيه في ميت الخولي. قلت انا فرقانه على كام؟ وتقول لي تخلص. وكذبت كذبت عليا. ما بتدفعش، بتاخد ما بتدفعش. بتاخد ما بتدفعش. لا ما بتاخد الفلوس ما بتدفعهاش. ده ضمناني ب 4 شهرين ما يدفعش. انا عمري ما شفت حد ضمناني ب 4. انت جايبه كام كارد بس لوحدك يا امي؟ انا جايبه 3 وواحد ضم. واحد ضم. بتاعي 80,000 يا امي. المفروض تدفعي كام شهريا يا امي؟ 6000. 6000 قبض 500. قبض 500 جنيه معاش، ومجبره تدفعي 6000 جنيه. واخواتها اتبروا منها بسبب الكلام. اهلي اتبروا مني. والله اتبروا مني. اهلي اتبروا مني عشان انا مشيت. سمعت كلام بنتها وبنتها. قولي لنا انت كنت عايزه الفلوس ليه؟ قلت له ما كنتش، ده هي اللي جت خدت مني، خدتني وبقت تبص فيا وتقطع عليا. يعني تاخدك معاها؟ لا خدت البطاقه الاول، صورتها اربع صور. وكل مره قلت لها جايبه بعضها وكده. تاخد منك البطاقه تصورها 6 صور وتخلص من بره. تخلي الحاجه عندي وتجيبني بقى اخد. ده اللي بيحصل فعلا. تبقى هي عايزه تسمع. بتجيبني اقوم رايحه معاها، وهي رايحه تستلم الفلوس بس. بالله ما اعرف اي حاجه. هي بتيجي تاخد منك البطاقه، تقعد جنبك تتكلم كلمتين حلوين معاكي. ايوه كوبايه عصير. ويا طنط تجيب لك كوبايه عصير. بتزقني كوبايه عصير. والله العظيم ما كنت سعر كوبايه العصير كان غالي قوي يا ام. والله العظيم كنت بجد. طيب وتاخد البطاقه تروح ترتب ورقها وتيجي تاخدك تمضي. ساعه ما تستلم ساعه تاخد بطايق. ممكن تصورهم؟ صور البطاقه بتاعتك. يعني عندها الادراج مليانه بطايق. مليانه بطايق ليكي. تخلص وانا رايحه استلم. ممكن تصور لك البطاقه دي 100 مره وتعينها في الدور وتخلص من بره بره. انت معرضه للحبس يا امي. ما هو انا وقت معرضه للحبس، ما انا ما فيهاش لا انا عندي سكر وقلب. هي بدا عندك عندها السكر يا ابني؟ بقول لك والله العظيم منعت اجيب العلاج عشان دفعت 2000 جنيه. منعت اجيب العلاج بقالي شهر. مش قادره تجيبي علاجك عشان بتحاولي عشان اسدد لها الكارد بتاعها. لو هي شايفاكي دلوقتي تقولي لها ايه يا امي؟ منك لله. اقول لها منك لله يا منى يا بنت حواء وادم، زي ما انت دمرتيني ودمرتني مع اهلي. بس وممنعيني ان انا
كلمها قالوا له خلاص اشربي عشان انت عملت كده في ابنك. اهلك واولادك؟ ابني ابني ابعد عني ابني ابني كان قاعد معايا ابعد عني راح اتجوز من بلد وقعد وسابي عشان الفلوس. ربنا يعوض عليك يا امي ان شاء الله. اجيب لها 85 ما فيهاش ليله يا ابله في السجن، ما فيهاش ليله في السجن الا مرضة قلب وسكر وتعب وعندي غضار في ظهري ما بقدرش كل قعدة ايام نيام وقت اقول له بلدك وقبلها بيوم قبل ما تحيدش روحي والله كانت عندي قال تعيط وقالت لها اطفش اختي قالت لها ترضي امك تعمل فيكي كده تتعمل في امك كده يعني دي ما فيهاش ليله في السجن مرضة قلب وسكر وتعب وغضاري وعذار. انا جبت 2000 جنيه دخلت 150 علاج كل اسبوع بتاع كل اسبوعين كم 600 اجيب لهم هناك. قلت لهم قبض 500 خدوهم وانا مش عايزه من قبض حاجه مش مهم باخد العلاج واموت اموت في سكتين تاني. انا كبرت بعد الشر عليك يا ام ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. بس انا ما اتعلمتش الا بفلوس العلام بفلوس. انا اتعلمت بفلوس يا قبل الوقت الوقت اجيب لها منين يعني كل يوم رساله يهددوني احنا هنيجي ناخد احنا هنيجي ناخد هتيجي تاخدوني وانا ما فيهاش ليله في السجن. انا ما فيهاش ليله يا ما فيهاش ليله يعني انا اروح السجن اتحبس وهي تفشخر بالفلوس عند. طب هي لما كانت بتجيب الكارت كانت بتراضيكي بمبلغ او حاجه يا امي؟ كانت بتديكي للامانه كانت بتديكم مبالغ بسيطه كده كانوا من الهديه مره 5850 مره 1200 كان جاي على بتفرحك بيهم بس. فانت بتقول انا مش خسرانه حاجه وانت ظروفك الماديه صعبه فما صدقتيش. 500 جنيه كانت باخد قبض معاشي 500 جنيه يعني هي بتختار ضحاياها اللي هم محتاجين لظروفهم صعبه اللي هيفرحوا ب 1000 جنيه يا طنط يا طنط يجيبوا لهم حوالي ايه؟ يجيبوا لها حوالي 80000 و100000 1000 جنيه مقابل ان هم يجيبوا لها ثلاثه وضمن وقال لي الضمن يعني جالي الضمن الاسبوع اللي فات ساليه والله ما كان معايا 50 جنيه في جيب استلفتهم من حماد بنت عشان اقول لها لما اقبض هم كل يوم يقولوا في فلوس بكره هتتباع النهارده هتتباع بكره وكل يوم بيضحكوا علينا بيثبتوني. قدمت بلاغ يا امي؟ لا ما راحتش. ربنا يديك الصحه ان شاء الله. ما قدرتش اطلع من ضمن الضحايا؟ ايوه ضمنه. جبت لها كم مره كارد؟ جايبه لها 5 يا بلزان 5 وانا مطلقه وقاعده بثلاث عيال في اوضه عندنا فوق متعرفه بسكه وكانت نفس لو تعرف وكانت نفس النظام كانت نفس النظام وكانت نفس تيجي تاخد البطاقه معايا منك تصورها 6 صور 7 صور 8 صور اقول لها بلاش يا منى بلاش يا منى بلاش يا منى هاني بتقول برقبتي بتقول برقبتي كل ما تيجي تتكلم كل ما تتكلم تيجي تتكلم يا قبل زينب والله برقبتي برقبتي كل اللي كانت بتيجي تقولها كانت كاهنه شويه وتجي قولي لي بقى انتوا كنتوا جايبين الثقه دي منين في منى؟ انا كنت جايباها لان بنتي كانت شغاله معاها ايوه وكانت انا من قبل ما بنتي تشتغل معاها انا كنت اسم عارفه كانت علاقتي بها لما لقيتها بقى فتحت الكوافير بقى يا منى انت هنا ولا قالت لي انا بشتغل هنا يا رشا ومش عارفه دي اول علاقتي بقى هي بقى اول ما عرفتها بقى ان هي فتحت الكوافير وقعدت لما لقيتها شافت بنتي قالت لي مين يا رشا قلت لها دي بنتي قامت قالت لي معقول طيب انا هاخدها تشتغل معايا قعدت الدنيا بقى تشتغل معاها دبس الدنيا برضه قوي ودبست ماما وجرت رجل ماما وجرت رجلي وجرت رجل مصطفى جوزي يعني انت لوحدك بقى يا استاذه رشا بنتك وانت وزوجك ومامتك اربعه من اسره انت يعني انت اللي اقنعتي مامتك وجوزك و... انا اقنعت مامتي في كردين اقنعت ماما في كردين تمام والباقي هم بقى يروحوا من بره ويكلموا مامتي اتصلت على مامتي بقول لها حق يا ماما انت جبتي كارد لمنى قامت قالت لي مالكيش دعوه هي نطقت وقالت لي كده ولما اتصلت بمنى ثانيه واحده يا ماما لما اتصلت بمنى قلت لها وانت ليه دبستي مامتي تاني قالت لي ما تخافيش يا رشا انا هسيب بتاخد يا ابنتي بالكارد انت جايبه كام كارد انت لوحدك؟ انا جايبه لها 4 وبنتك وبنتي 3 يعني طب انت ما سالتيش مره يعني انا واضح ان انت فاهمه الدنيا شويه يا استاذه رشا ما سالتيش مره هي بتجيب الكروت دي كلها تعمل بيها ايه؟ ما فضولك ما جابكيش مره؟ فضولي ما سالنيش المبلغ انت بتقول واصلني 3 مليون جنيه ما سالناش والله فضولي سالني يا ابني ان خلاص بتسد ومش عارف ايه وخلاص مش مشكله وعشان خاطر بقت تاخد مني والله العظيم انت مش عارفه ان انت مضغوطه عيالك هي كانت بتفضل تعيط والله كانت بتقعد تعيط وبنتي يا جماعه بقت تعيط وتقعد تعيط والنبي عشان خاطري والنبي مستقبلها يضيع ومختار ما بيجيبش اكل العيال انا اللي متعاهده بالاكل والشرب والكل وزوجها دلوقتي مختار ده زوجها زوجها هو معاها حاليا بقى حاليا هو طفشان هو وهي دلوقتي قاعدين في ايه بيقولوا عند اهلها في الترمس اما امامها بقى قاعدين في عزبه ابو شهد حاولتوا تعملوا قعدات عرفيه لا بصي مختار متهرب بكل الصفات جوزي بعت له رسائل كتير على الواتس وبعت له الوصلات ان انا عاملاها
بقى شروط على جوزي في اي حاجه. انت احنا عارفين انت حضرتك قدمت بلاغات فيها رسميه. قدمت بلاغ انا ورضا وبنتها، لان اللي الحكومه اللي عملت كده بقى. انت قلت لنا ان في شباب، ده في شباب اللي جايبهم لها من يا دنيا. اسمها ايه؟ جميله. جميله واحده اسمها جميله من البلد هنا. يعني بدات تجيب شاب، حوالي كام شاب؟ 30 شاب تقريبا. يعني مش متجوزين دول؟ لا لا، الشباب دول مش متجوزين. في العشره برضو حياتهم اتدمرت. حياتهم اتدمرت. هربانين دلوقتي وخايفين من السجن من الحبس. والله في ناس بتدفع. انت قلت لي في ناس اتطلقت. في ناس اتطلقت وفي ناس خدت، وفي ناس اتضربت علقت موت ويتدفع. في واحده ماتت قبل ثاني. بنتي جايبه لها 35000 جنيه وانا جايبه لها 35 و12000 جنيه. انا ادفع لها 120000 كل اسباب وكل حاجه. يعني بيتك انت لوحده جايب لها حوالي 100 وشويه. استفدتي ايه؟ انا وبنتي. انت كنت مستفاده ايه؟ ما استفدناش حاجه. اقنعتك ازاي؟ ها؟ اقنعتك والله ما اعرف. وانا بجيب الكلو رز، الكلو رز ومأجره، ما عملتش حاجه. يعني ساكنه بالايجار. واضح ان اميره دي اسمها اميره؟ منى. واضح ان منى دي تقريبا يعني ايه كانت بتختار ضحاياها. احنا حالتنا تحت الصفر. ما فيش حالتنا حاجه. احنا ما فيش حالتنا حاجه خالص. ما فيش والله. يعني اليوم بيوم بنجيب كيلو رز كيلو رز. اشتغلنا كلنا، ما اشتغلناش ما كلناش. يعني يوم نطبخ يوم نطبخ. بنتي الوحيده جايبه 35. طب دلوقتي احنا صرفنا ودفعنا الشهر واحده 15. طيب مختار بيثبت بيثبتنا ليه وموقفنا ليه؟ وقفنا وقفنا ليه دلوقتي؟ احنا بقى احنا مش الضحايا دول. انا بقى واحده من الناس اللي تعبانه في الدنيا دي كلها، بطالب بالفلوس دي كلها. طب انا اعمل ايه قبل اذنك بقى في ال 120000 جنيه دلوقتي؟ هو جاي له مليون. 120000 جنيه؟ خمس قروض ضمناها في ده ضمن الناس فيه. 120000؟ انت بس؟ على يد ام دنيا وضمن الحاجه ضمنا جوزي وضمنا مامتي. نعمل ايه؟ لو الست دي شايفاك هتقول لها ايه؟ لو الست دي شايفاك هتقول لها ايه؟ هتفعلنا فلوس. حرام عليك، انت هتدمرينا. اقول لها انا اقول لها حرام عليك. حسب الله ونعم الوكيل فيك. حسب الله ونعم الوكيل فيك. اللي انت عملت يا منى عشان دمرتيني. اللي انت دمرتي الواد الصغير ده. ودمرت عيالنا مني. الواد الصغير عشان انا لو اتحبست دلوقتي ابني اللي هيتقعد في الشارع، ما حدش هيقعد بيه، لانني وبنتي وجوزي هنتحبس. وماما ده. طب مامتي بقى امرها سهل هتحبس هي كمان ماشي، بس دلوقتي ولادها يقعدوا في الشارع يا مدام زينب. لا امرها سهل ايه؟ ست مسنه عمرها داخل على 70 سنه تقعد ما تتحملش يوم. ماشي، اما دول بقى مصيرهم ايه؟ مصيرهم ايه يا مدام زينب؟ هيقعدوا فين؟ مين اللي هياخدهم هيحاجبهم؟ اخواتها اتبروا منه. ده اول شيء بسبب اهي. كل اللي اقدر اقوله حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا منى. يا بنت حاو انا الهي، ما توعد ربي، ما توعد ربي ولادك. وانت بتقف في مواقف لو حابين ان انتوا بنتك كانت هتنفصل برضه. والله والله بنتك هتضل وفي مشاكل بينها وبين جوزها. اي والله. والله وحماتها اهي، حماتها واقفه. حماتها يعني حماتها جابت كارد كمان. لا والله حماتها ما جابت ليه؟ ما جابتش كارد. كده دمر جوزها ولاديك صغيرين وابن بيهدي وقعد اكتر من ست ايام ما يدوش الاكل وبقى نزل حاجه في مراته. السبب؟ واتطلق ابوها عند المخزون وتتطلق. دمرت حوالي 100 بيت. 100 بيت ب 100 اسره، بكل اسره مكونه من اكتر من 100 بيت. واحده قاعده مع عمتها دلوقتي وجوزها، والله جايبه لها اتنين ضمن وجايبه كارد، ودلوقتي قلب امها مش عارفه يتفاهم لان احنا مطلق. مطلق بيهم، مطلق واحده. بتطلبوا بتطلبوا بايه يا حبيبي؟ مطالب بايه؟ بالكورونا دي. عايزين فلوسنا بس يا ابني. بعد احنا ما حدش عايزين الكارد يا ابني زينب يتدفع. مش عايزه حاجه اكتر من كده. دي عايزه تتحمل. انا مش عايزه حقوق ولا اي حاجه. انا عن نفسي خليها تحبسني بس مش عايزين اكتر من كده. لا لا في نوم الارض في المركز. انا عايزه حقها يدفع وخلاص. ثلاث قروضه. ماشي. شو اللي انا عايزاه كده؟ بس مش عايزه منها فلوس. انا قلت لها ايه اللي قرودة؟ ايه اللي يا بنتي؟ تبعد بعيد عنها. قالت لي ما تخافيش يا رشا، ما تخافيش يا رشا. ما كانش عشمي ان هي تعمل فيا كده. والله ما كان يا ابله زينب عشمي تعمل فيا كده. انت خايفه تتسجني يا امي؟ انا خايفه. لا عملت سكر. ممكن يجي لها جلطه في ثانيه وهي اللي هتشيل. الله اكبر. ربنا يصبر. تعمل فيا كده ليه؟ ده انا خدتك بالامان والسلام. متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم سمعتم من الناس اللي هنا في المكان، اكتر من 100 اسره اتدمرت بسبب مستريحه جديده ظهرت في منيه النصر، مركز منيه النصر التابعه لمحافظه الاهليه.